ما سيقدمه زعيم الأندية المغربية في مواجهة زعيم الأندية الجزائرية في طبق كروي يعد بشيء الكثير. ولا طالما شكل دائما وشكلت مواجهة الطرفان واحدة من اللقاءات التي تستثر بالمتابعة من جانب عشاق الطرفان مع سواء عشاق الجيش الملكي ولا كذلك شبيبة القبائل الجزائرية. لحظات قليلة مشاهدينا الكرام دخول الفريق الحال هنا بالعاصمة الرباط من أجل قيادة فريق شبيبة القبائل الجزائري في هذه المقابلة أمام زعيم الأندية المغربية فريق الجيش الملكي. تشات أمامية عرضية فرصة عسكرية فرصة فرصة والتغطية كانت من خالد أبو حكاك الوقت الذي سدد لامبرت يبحث من أجل التخلص من الحراسة اللصيقة هنا راسية لكن فوق مرمى الحارس سيدي صالح ياسين. تحضير من الطرف الأيسر في اتجاه أنور أو في اتجاه أنور أكيد في اتجاه لاعب لي كرة أمامية فرصة خطيرة تسديدا من جانب فاتي لكن بعيد الأدوار الدفاعية خصوصا الكرات الثابتة تمشي كرة أمامية راسية بإمكانه تمنح الحلول الإشارة من جانب الحكم فرصة في الخطورة حداري مانويل العرضية عبر القائم الثاني فرصة يبحث عن السلالات مانويل تحدي منتخب الكاميروني كمدرب مساعد مفيد يبحث عن الشيء بفضل اللعبة الطولية أمامية الكرة حداري خطيرة حداري جيسيكا شبيبة القبائل الجزائري إذا يفاجئ فريق الجيش الملكي بعد خطأ مكلف ميدان لعناصر الشبيبة طولية أمامية هنا العرضية في اتجاه من عبر القائم الثاني ارتقاء محاولة والحكم يشير بضربة خطأ لفائدة الحارس سيدي صالح ياسين مفيد من الجهة اليمنى العرضية البعثة الروسية فرصة خطيرة من جانب لامبرت أرينا يتوسل الضغط من فريق الجيش الملكي الروسية فرصة ماذا يقول الحكم يشير بتسلل وبطاقة صفراء بجانب أيثم مانيشي مهم مراوغة جيدة من ألبرتو يرتكب الخطأ بأنظار الحكم الذي الخلوي في الاستلام تسديد من جانب محمد الخلوي سدد كرة من خارج ميول يبحث عن المراوغة فرصة خطيرة فرصة نقترب من الدقيقة 32 كرة من عمر بحث عن راسية بين يدي الحارس سيدي صالح ياسين يتمطر وسط هناك مساحة الآن على الجيش الملكي لكن تغطية كانت مساعدة الدين موسى بن سعيد دفاعية ملعوبة عسكرية للجيش الملكي البحث عن راسية محاولة تحضير غادرت إشارة من جانب الحاكم المساعد محمد الخلوي تقدم من الخلوي مطالب بخطأ بعد ما كانت تغطية من أحمد محمد كرو صورة للجيش الملكي تلعب ركلة ركنية فرصة مرت محادية بدون العرض ضربة الخطا عبر من فقط في الأيمن العرضية البحث عن الراسية كانت مباشرة كان بإمكانه يحضرها كان فرصة للجيش الملكي البحث عن التسجيل الملكي محاولة دائما لتكسير رتم المباراة أخرى سيبحث عن العرضية كرة فرصة تدخل محمد مفيد كرة أمامية فرصة تثير النتيجة من جانب الشيبي عرضية ضعيف فكرت يعني لم تنفذ بشكل جيد الشيبي محاولة تمرير الكرة فرصة كرة أمامية يوني هذا الأخير الشوط الأول متقدما بهدف دور مقابل فانتي دراوغة التقدم إلى الطرف الأيمن رضا سليم تدخل حكم مطالب الآن ببطاقة صفراء لأنه سعد الدين موسى بن زايد عنده ملعوبة عبر القائم الثاني ارتقاء من طرف سيدي صالح ياسينات وهذه الأخطاء المكلفة لاحظون التسديد الكرة تمر بسلام تسديدة محمد هذه الفرصة التعديل العرضية عبر القائم الثاني راسية لكن بعيدة راسية اللاعب ألبرتو بورغيس وركلة مرمى لفريق شبيبة كروي فرصة تقدم فرصة تسديدة من خارج منطقة الجزائية واحدة من الجولة الثانية كرة بينية أمامية فرصة ليس هناك ركلة جزاء يقول الحكم مطالب ركلة جزاء لفريق الجيش الملكي هيثم قيرات يعني نعم سنتابع الإعادة من أجل نتأكد الكل حاولت تمرير الكرة العرضية عبر القائم الثاني جاربا هذه الكرة بطرف محسن عبا ومن باحت تمرير الاستيقاظ